بقى نروح للجزء اللي احنا بنحبه برضو وهو النوستالجيا من خلال النهارده بتاريخ النهارده 8 فبراير بس عام 1939 كان مولد نجم الاهلي الكبير في خمسينيات وستينيات القرن الماضي طه اسماعيل واللي بدا مشواره في النادي المصري القاهري وانضم بعد كده لصفوف الناشئين بالنادي الاهلي مع زميله ميمي الشربيني ده كان عام تحديدا 1957 وبعد كده تم تصعيده سريعا للفريق الاول. طه اسماعيل فاز بلقب افضل لاعب في مصر ده كان عام 61 و62 وكان من هدافي لقاءات القمه بين الاهلي والزمالك واحرز من نجوم منتخب ستة اهداف وحقق مع المنتخب لقب كاس افريقيا للامم ده كان عام 1959. هو كمان خليني اقول لحضراتكم من نجوم اولمبياد طوكيو اللي كانت سنه 64 وساهم في انجاز تاريخي بفوز منتخب مصر بالمركز الرابع هنا بنتكلم اولمبيا وكمان ساهم مع زملائه في فوز الاهلي بتسعه القاب مختلفه. نجم النادي الاهلي السابق كابتن طه اسماعيل اعتزل لعبه كره القدم بالكامل عام 1970 واتجه لمجال التدريب. تولى تدريب النادي الاهلي فاز معاه بالدوري وكاس ابطال الكؤوس الافريقيه سنه 86 واشتغل كمدرب في منطقه الخليج وايضا تولى تدريب منتخب مصر. كمان يعني الى جانب كل اللي بيتقال ده كان محاضر دولي في الاتحادين الافريقي والدولي قبل ان يتجه للتحليل الكروي. قبل ما نشوف مع حضراتكم هذا الفيديو اللي هنتعرف من خلاله على رسائل كل الجماهير لنجمنا في عيد ميلاده نهاوند هتفكرنا وهتعرفنا بمين هم ضيوف حلقتنا النهارده. ايوه احنا معانا ثلاث فقرات يعني ثلاثه بصراحه في غايه الاهميه. اول حاجه هنتكلم عن الفنون القتاليه فقره عن الفنون القتاليه بس مع فتاه يعني مع انثى وهي شيرين الشهاب هي لاعبه ومدربه للفنون القتاليه. الفقره الثانيه معانا هيبقى كابتن ماهر همام لاعب او نجم الاهلي السابق والفقره الاخيره دكتور احمد بيومي اللي هو دايما بيشرفنا في التليفون معانا وبنحلل في التليفون يعني بس احنا بقى حبينا ان احنا يجي معانا الاستوديو ونحلل كده ونشوف التوقعات ونحاول نرسم صوره عن ماتش النهارده معاه هو منورنا هو محلل الاداء بقناه الاهلي. ان شاء الله حضراتكم يعني تستمتعوا وتسعدوا معانا بالثلاث لقاءات دول. تعالوا بقى نشوف التقرير وبعد كده فاصل ثم عوده ال10 الصبح في الاهلي. اتفضل. اقول للكابتن طه اسماعيل ربنا يديك الصحه ويطول في عمرك ويخليك لينا وعايزين نشوفك على الشاشه باستمرار وانت راجل من الناس المحترمين اللي انا بعتز بيك اعتزاز كبير جدا يا كابتن طه. اقول له كل سنه وهو بالف صحه وعافيه طول عمره فخر لجيلي اللي كبر وشاف باباه بيعشق الكابتن طه قد ايه. طول عمرنا بنستمتع بتحليل حد واعي وفاهم ويحمل ضمير مهني قبل ان يكون اهلاوي بكل المقاييس. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن طه وان شاء الله دايما كده تكون منورنا على الشاشه وتكون في احسن صحه وفي احسن حال. هو الجول ويحطه في الجول الجول الثالث الجول الثالث حلو قوي الجول الثالث طه جابه طه جاب الجول الثالث طه. كل سنه وحضرتك طيب وبالف خير وسلامه وربنا يديك طولة العمر يا رب ودايما موجود وسطينا وجنبينا يا رب. كل سنه هو طيب ويفضل دايما معانا منبهنا لاي حاجه بتحصل في الفرقه ان كانت كويسه او وحشه بمهنيته في التحليل بغض النظر عن حبه للاهلي وكل سنه هو طيب وقناه الاهلي طيبه ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن انا بحب حضرتك من حب بابا وجده لحضرتك وسنه سعيده لحضرتك. كل سنه هو طيب وان شاء الله السنه الجايه بافضل حال ومن توفيق لتوفيق. واكيد هو طبعا علم من اعلام النادي الاهلي كابتن طه اسماعيل ولو اتكلمنا عنه هنتكلم كتير طبعا مش هيسعنا الوقت اكيد. قول للشيخ طه كل سنه وحضرتك طيب واحنا بنستمتع بحضرتك وبتحليل حضرتك يا فندم وكل سنه حضرتك طيب وقناه النادي الاهلي كلها طيبين يا فندم.